أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يحدث أنه بعد انقضاء صلاة الجماعة يأتي شخص ويصلي مع مسبوق ويتخذه إماما له، هل يجوز هذا الفعل وما حكم صلاته؟ هذا غير مستساغ، أنه يجي واحد مسبوق وقام يكمل ما فاته من الصلاة ثم يتخذه إماما، لأنه مأموم، المسبوق مأموم، والمأموم لا يتحول إماما إلا إذا استخلفه الإمام، إذا استخلفه الإمام صار إماما، أما أنه يستخلف بدون تخليف الإمام فهذا غير صحيح. فمن جاء وقد فاتته الصلاة ينتظر، فإن جاء أحد ما فاتته الصلاة مثله يصلي معه، وإلا فإنه يصلي وحده. نعم.